مبادرة اليوم تعتبر واحدة من المبادرات اللي فعلا جات بوقتها بسبب حاجة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية اللي عايشينها. اسم المبادرة اللي معانا اليوم مستشارك التقني، بيقوموا فيها مجموعة من طلاب وطالبات جامعة جدة، يعطيهم ألف عافية على هذه المبادرة، مبادرة مستشارك التقني، وتفاصيله مع أبطال الجامعة رويدة المرزوقي ولجين بادولان. منورين ساعة شباب، أهلا فيكم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، احنا لنا الشرف. حبيبتي نحن لنا الشرف، وفعلا يعطيكم ألف عافية على هذه المبادرة اللي يمكن في هذه الظروف اللي عايشينها اليوم وظروف الاستثنائية اللي عايشينها بسبب كوفيد 19 وحاجة الأهالي للتعليم أكثر في منصة التعليم عن بعد وأيضا اكتساب الخبرات في هذا الموضوع. ولكن خلونا في البداية نفهم رويدة منك فكرة هذه المبادرة ومين المستهدف فيها. أولا مرحبا بكم، وسعيد صراحة أنه أنا ولجينا اليوم معاكم نعرف أكثر عن المبادرة. قبل كل شيء، مبادرة مستشارك التقني هي استكمال لمبادرات كثيرة بتقوم بها جامعة جدة وتحت مبادرة جامعة بلا أسوار، فهو مو فقط شعار ومسمى بقدر ما هو فعل عمل حقيقي وسعي أنه نحقق هذه الفكرة، أنه المبادرات تكون من الجامعة إلى المجتمع. فبدأت من هذه المنطلق ومن هذه الفكرة، بدأت جامعة جدة بالتعاون مع كلية علوم هندسة الحاسب ومركز جدة التطوعي بالجامعة نفسها بأن تأسس مبادرة مستشارك التقني من طلبة وطالبات الكلية بجميع التخصصات وأيضا بالمستويات. فما بدأت هذه المبادرة إلا بحاجة ملحة فعليا حقيقية تبعا للظروف الراهنة والتغيير الكبير اللي حاصل في التعليم. فالطلبة الآن ما صاروا بس في المدارس والفصول، الآن تحولت لفصول افتراضية، تحولت لغرف وكمبيوترات. فهذا شكل تحدي بالطبع على الطلبة، على الأهالي، حتى على الكادر التعليمي، خصوصا أن هذا شيء جديد تماما. صحيح. فإحنا حاليا من مبادرة مشاركة التقني بنستهدف الطلبة، أولياء الأمور، وكذلك الكادر التعليمي، لأن الجميع بيواجه هذا التحدي. صحيح. وعلينا هذه المسؤولية طبعا. جميل جدا. طيب لجين، بنعرف إيش الدور اللي بتقوموا فيه تحديدا في هذه المبادرة، وإيش نوع الاستشارات اللي ممكن تقدموها للأهالي والطلاب؟ إحنا دورنا في مستشارك التقني من نطاقين، من نطاق توعوي ومن نطاق تعليمي. فإحنا ممكن ندعمكم فنيا إذا كان عندكم مشكلة في معينة، في سواء دخول في منصة مدرستي أو أي تطبيق من المنصات الدراسية. فبكل بساطة إحنا نستقبل إيميلات، صاحب المشكلة يقول لنا المشكلة اللي فيها، يعطينا موجز بسيط عن إيش المشكلة اللي واجهته، صورة أو فيديو، إحنا نحاول نساعد بكل ما نقدر. وإذا لا سمح الله كانت المشكلة مو من عندنا، نقدر نصلحها أو نقدر نفيده فيها، ندعمها له. بكل بساطة احنا حنعلمه فين المكان الصحي اللي ممكن يتوجه له، ممكن وزارة التعليم، وحنقول له الخطوات اللازم اللي هو لازم يتبعها، وبإذن الله تنحل مشكلته بكل بساطة. جميل جدا، الفكرة رائعة جدا، ولكن كيف بتتواصلوا مع الناس أو كيف الناس بيوصلوا لكم؟ كيف بتكون طريقة التواصل؟ جميل، وهذا صراحة قعدنا نفكر فيه كثير، نبغى الطريقة المثلى للتعامل والتواصل مع الطلبة. ففي البداية احنا اطلقنا الايميل الخاص بالمبادرة، وعلى اساسه توصلنا للايميلات والتحديات اللي تواجه الطلبة، واحنا نباشر بحلها. حاليا هذه هي الآلية المتبعة، مستقبلا مع تطور التحديات والأسئلة ممكن ننوع القنوات اللي احنا نتواصل فيها، بس مبدئيا احنا نعتمد على الإيميل، يتم إرسال المشكلة بالتفصيل بصورة مرفقة أو فيديو عشان نقدر نحلها بأسرع طريقة وبأفضل حل يعني مناسب لي. فهذه هي الآن الآلية. عموما رويدة، أغلب المشكلات اللي بتوصلنا احنا بنحاول نحلها عن طريق ثلاثة طرق، إما من خلفيتنا الدراسية، أو أننا نبحث عن المشكلة، أو أننا نحاول نسأل الكادر الأكاديمي عندنا في جامعة جدة ونحاول نحل المشكلة لصاحب المشكلة في أسرع وقت ممكن. أو إذا ما لا سمح الله ما كانت المشكلة من دعم فني، ممكن تكون دعم تقني، فنوجه لوزارة التربية والتعليم إنه هي اللي مسؤولة عن الدعم التقني. ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا نتكلم شوي عن أكثر التحديات اللي ممكن تواجه أولياء الأمور في موضوع التعلم عن بعد، أو أكثر الشكاوي أقدر أقول اللي بتوصلكم على الإيميل. أغلب المشاكل اللي واجهتنا عندها مشكلة في ربط منصة مدرستي بتيمز،
عندهم مشكلة في ربط حساباتهم، وأغلبها مشاكل بسيطة يعني، بس مع توجيه بسيط الحمد لله بتنحل. أو بس عقب على النقطة هذه أكيد. بخصوص التحديات يعني إحنا اللي لمسناه من التحديات اللي توصل لنا، هي الفكرة مو في يعني هي في جزء منها متعلق بالموقع نفسه وآلية عمله، لكن في الأخير هي فكرة تأقلم الطلبة وأولياء الأمور على النظام الجديد، فهذا شكل بالنسبة لهم تحدي، حتى ممكن أشياء جدا بسيطة التعامل معها حيوجد إنها هي شيء صعب، لازم أنا أحتاج الآن لحل هذه المشكلة، ورغم إنها مثلا يعني ستبس مرة بسيطة إنها يتم حلها. فإحنا مرة مقدرين هذا الشيء إنه صعب التأقلم في ظل هذه الظروف، لكن أغلبها تكون يعني بالأمثلة اللي ذكرتها يعني تكون جدا خصوصا يمكن إذا تكلمنا عن طلاب المدارس اللي لسه مو متأقلمين على هذا الوضع أو أهاليهم، ولكن طلاب الجامعة ممكن يسهل عليهم الموضوع أكثر لأنه قد صارت قبل كذا التعليم عن بعد أو أنك تحضري أونلاين، فالموضوع سهل كثير عليهم. ونحن عموما إذا صرنا في الشيء لأول مرة نحس بخوف برعب بتحدي مو عارفين كيف نتوجه، بس فعلا المبادرة معلش لا أكيد فهو بالضبط هذا إحنا بنحاول نحطه بعين الاعتبار لما إحنا نرد على الأسئلة، إنه إحنا متأكدين إنه والله في نقطة معينة تم يعني تخطيها بسبب الضغط وعدم التأقلم. إيه بإذن الله كمان من أهداف مستشارك التقني إنه لما نوعيهم حنساعدهم يتكيفوا أسرع في التعامل مع المنصات التعليمية، فبإذن الله سواء خلال الأزمة أو الجائحة أو بعد الأزمة بإذن الله حيكون أسهل لهم يتعامل مع المنصات مستقبلا. حلو. طب نحن اليوم التعليم تقريبا أغلبه حيكون عن بعد مستقبلا بإذن الله. طب اليوم حابين نستثمر وجودكم معنا ونطلب منكم بعض المعلومات التقنية اللي ممكن تهم الطلاب اللي بيشوفونه وأيضا الأهالي. من أهم الأشياء اللي أنا حابة أقولها للأهالي وللطلاب، بما أنه أنا تخصصي أمن سبراني فأنا حابة أوعيهم من هذه الناحية، أنه كثير بتترسل اللينكات، ممكن اللينكس يكون لمنصة مدرستي هو مكتوب منصة مدرستي بس هو فعليا ما هو رابط صحيح أو ما هو رابط موثوق. واجهتكم هذه المشاكل؟ جاتكم شكاوي؟ لا ما جاتني شكاوي بس بدأت تنشاف. فبيدخلوا الأهالي الباسورد الإيميل المعلوماتهم الشخصية فيهم وبتنسرق معلوماتهم وأشياء برايفت تكون لهم يعني، فأنا أنصح الأهالي والطلاب أنه ما يدخلوا معلوماتهم في أي لينك يلقوه سواء في أي موقع من السوشيال ميديا، يتأكدوا أنه هذا الموقع هو موقع حكومي ومنصة مدرستي الأساسية، ويحفظوا الباسوردات حقتهم وإيميلاتهم في مكان محفوظ، وما يرسلوا باسوردهم أو أي حساب أو معلوم شخصي لهم لأي أحد بهدف المساعدة. يعني إحنا لما بنساعد ما بنطلب الحساب البرايفت للشخص، نساعده ونحاول نخليه هو بنفسه يساعده، فلا تعطوا حساباتكم أبدا لأي أحد حتى لو كان بهدف المساعدة. وفي كمان نقطة بس أضيفها ومرة مهمة تساعد في تكون عملية تعليمية مرة يعني سلسة سهلة، إنه الفكرة في كل المنصة وزارة التعليم أرفقت كتيبات تعليمية سواء في التعامل مع الفصول الافتراضية أو حتى المنصة نفسها. قبل لا نبدأ وندخل على المنصة أقرأ الكتيب، أقرأ الفصول الافتراضية والتعليمات الخاصة بها، خصوصا إنه المواقع بنيت من مبرمجين 1 2 3 إذا ما مشيت عليها ما راح تضبط معك، فهي الفكرة إنك تمشي على الخطوات وبإذن الله حيكون عند يعني الأمور سهلة. فهي هذه النقطة التعليمات. حلو. كم عدد الفريق ما شاء الله تبارك الله عليكم، وكيف بتوزعوا العمل بينكم، وإيش نوع الدعم أيضا اللي بتقدمه جامعة جدة لتسهيل المهمة عليكم؟ تقريبا عددنا 7 إلى 8 طلاب فقط. فقط مع الكادر الأكاديمي من كل جامعة جدة 7 و8. لا من كليتنا فقط. من كليتنا. علوم وهندسة الحاسب. جميل. نحن اللي عندنا خبرة تقنية. بنقسم الساعات، بنقسم ساعات الأسبوع علينا وبنحاول نحل المشاكل قد ما بنقدر. إذا في مشكلة استصعبت على شخص من فينا ممكن نستعين بالكادر الأكاديمي الخاص يعني بيكون. بنوجه صراحة شكر يعني الأستاذ سعيد الغامدي والأستاذ ابتهال السقاف موجودين معنا كمشرفين في مبادرة مستشارك التقني في التوجيه وترتيب الأمور وتنظيمها. فيعني هي العملية نجاح شيء يتم عن طريق تنظيم وترتيب، والعملية الحمد لله إنها سلسة يعني. طب كيف قستوا هذا النجاح؟ يعني كلموني عن الأثر اللي تركتوه، هل في إحصائيات أو أرقام نقدر نتكلم فيها اليوم تثبت نجاح هذه المبادرة؟ طيب أمانة إحنا بدأنا المبادرة من بداية هذا الشهر، ف
تفعيل المبادرة وإرسال الإيميل عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت من بداية الشهر، فوصلتنا رسائل تقريبا يعني الإيميلات من 20-25 إيميل في تحديات والرسائل والمشاكل. فإحنا هذا وجودنا هنا نعرف على المبادرة ونقول للناس إحنا يعني أبوابنا مشرعة للإجابة على الاستفسارات، وضع الحلول لتحدياتكم، ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا على الإيميل بالمشكلة بتفاصيلها عشان نقدر نخدمكم. حلو لجينا، الإيميل الموجود على حساباتكم في كلية جامعة جدة موجود الإيميل، الناس يقدروا يدخلوا على تويتر إنستغرام ويرسلوا هذا الإيميل. موجود الإيميل في حساب كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، يقدروا يخشوا على الإيميل ويرسلوا مشكلتهم بالتفصيل، ممكن يصوروا فيديو للوقت جميل اللي صار في المشكله. شرفتونا ونورتونا في استوديو ساعه شباب، وفعلا شكرا لكم، وانتم فخر لجميع الطلاب والطالبات والشباب ايضا والبنات، ونحن اسعد اكيد، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جدا، شكرا لهذه الفرصه، يعطيكم العافيه. مشاهدينا اكيد حنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل سلطنة الخميس الطربية راح تكون مع الفنانة ليال، انتظرونا.